أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية إلى كل القنوات الإعلامية التي تكبدت العناء وتجشمت الصعوبات من أجل أن تأتي لنقل الحقيقة، الحقيقة اللي موجودة أمام مرأة ومسمع الشعب العراقي جميعا اللي هو اليوم هنا. قيل من هنا وهناك أن راهنوا على صمود الشباب من يوم 1/10، ومن يوم 1/10 إلى الآن، اليوم إحنا يوم 4 و5 بالشهر من شهر 11، والمظاهرات مستمرة على قدم وساق، والكثافة ساعة بعد ساعة تزداد. طبعا في ذروة بعد 3 من العصر إلى الليل تكون أكثر، لأن تعرف أكو ناس ملتزمين بدوامهم ما يقدر يطلع بسبب العقوبات الإدارية اللي تفرض عليهم. هذا واحد. شيء ثاني، كل شيء متوفر في ساحات التظاهرات من الأمور الطبية إلى الدعم اللوجستي إلى الدعم الغذائي إلى المواد العينية إلى كل المستلزمات اللي يحتاجها المتظاهر. هذا واحد. التظاهرات عامة دون جهة أو شخص ومستقلة وسلمية 100%، نطالب بسلميتها ونحافظ على سلميتها. هناك لجان تحافظ على مسيرة التظاهرات وعلى سلميتها وأن تبقى حيادية، لا نقبل بأي تدخلات من هنا وهناك. ما قيل بعدم وجود، موجود قنان مسيلة للدموع، القنان اللي بيها فلفل حار على العيون وغيرها، ومع الأسف جاي يضربوها مو لأجل فك الاعتصام. احنا مثل ما نعرف هي تفك الاعتصام وتقلل من الأعداد، هم لا، جاي يضربوها متقصدين، وشفتوا بالإعلام قتل في عينه في رأسه في فمه في بطنه. هذا وإن شاء الله النصر حليل.